هذا يسأل عن مسألتين، عن قضاء راتبة الظهر بعد العصر، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قضى راتبة الظهر بعد العصر، ألا بأس بذلك. والمسألة الثانية، هل الصلاة على الجنازة تصح من الجالس؟ صلي عليها وهو جالس. نقول إن كان فيه آفة أو فيه معذور صلي جالس، أما إن كان إنه من باب التكاسل فيصلي قائما مع الناس كما كان المسلمون يصلونها قياما ولا يشذ عنهم.